أغلبية ديال الناس ملي كيسافروا كيقلبوا على أوتيل اللي يكون زوين وفي نفس الوقت بثمن مناسب. وهذا الأوتيل اللي قصة ديالنا عليه اليوم كيتوفروا فيه هاد الشروط، ولكن عنده وجه مظلم اللي كيخبي سلسلة من الأحداث المروعة. باش نعرفوا التفاصيل أجي نحكي لكم القصة. في عام 1927 تم الافتتاح ديال فندق سيسيل رسميا في وسط مدينة لوس أنجلوس. كان فندق زوين بزاف وفخم، حيث الفكرة في البناء ديالو كانت مبنية على أنه يكون مكان مريح وفخم للمسافرين من رجال أعمال والسياح في هوليوود. في عام 1932 كانت أول حالة وفاة تم الإبلاغ عليها في الأوتيل، ملي انتحر واحد من النزلاء في الفندق، وهذه كانت غير البداية لسلسلة جرائم وحالات انتحار وتعاطي جرعات زائدة وجرائم قتل. جريمة أخرى اللي وقعت في الفندق هي إليزابيث شورت اللي كانت جالسة في الأوتيل لواحد المدة، وراها لقوها مقتولة ومشوهة بالكامل. الجسد ديالها كان مقسوم على جوج وفمها مقطع من الودن لودن، وبقات القضية بدون حل لحد الآن. هادشي من غير القتلة المتسلسلين اللي كانوا كيجلسوا في الأوتيل مدة طويلة واللي كيمارسوا فيها الجرائم البشعة ديالهم. من أهمهم القاتل المتسلسل ريتشارد راميريز اللي تبتوا عليه 13 جريمة قتل وخمس محاولات قتل و11 اعتداء جنسي. تاريخ ديال هاد الفندق كان حافل بالجرائم البشعة، ولكن سنة 2013 غتجي واحد القضية اللي غتكشف الستار على التاريخ الأسود لهذا الفندق، واللي هي قضية إلي سلام. إلي سلام هي بنت صينية الأصل، عندها 21 عام وكتسكن بمدينة فانكوفر بكندا. قررت تحل حساب موقع تامبلر باش تشارك الأفكار ديالها مع الناس وتعود لهم على الأحاسيس ديالها والرغبة ديالها في السفر لشي بلاصة بعيدة. بدأت إليسا كتقلب على خدمة باش تجمع تكاليف السفر، وبدأت كتحاول تقنع والديها بفكرة. بالفعل قدرت تقنعهم وحددت الوجهة ديالها واللي هي تدير جولة في الساحل الغربي الأمريكي. بدأت الرحلة ديال إليسا بمدينة سان دييغو، من بعدها سانتا كروز، ومن بعدها لوس أنجلوس، هنا فين قررت تجلس في أوتيل سيسيل اللي كيناسب الميزانية ديالها. ولكن من بعد 3 أيام فقط من وصولها اختفت مرة ما لقوا عليها حتى أثر. في 1 فبراير 2013 بدأت الشرطة كتعلق إعلانات على اختفاء إليسا والإبلاغ في حال شافها شي حد، وبدأت التحقيقات في الاختفاء ديالها. ولات القصة ديال إلي سلام ضبابية قبل ما تقلب لصورة غامضة. من وراء 3 أسابيع بدأوا ضيوف الفندق كيتشكوا من قلة المياه، كذلك الطعم واللون الغريب في المياه ديال الصنابير. جات واحد الفرقة ديال عمال صيانة باش يشوفوا شنو المشكل، وهنا كانت الصدمة ملي اكتشفوا الحقيقة المروعة ورا هادشي. لقاو جثة إلي سلام غارقة في واحد الخزان ديال الماء في السطح ديال الفندق واللي كان مسدود عليها، والحوايج ديالها محطوطين حدا الخزان. الطبيب الشرعي اعلن ان سبب الوفاة كان هو الغرق، ونتائج تشريح الجثة بينوا بلي ما كانت واخدة حتى مخدر ولا حتى الكحول، وما كانوا فيها حتى علامات ديال العنف في الجسم ديالها. استخرجت الشرطة فيديو ديال كاميرات المراقبة واللي لقاو فيه إلي سلام ركبت في الاسانسور وكتبرك على جميع ارقام الطوابق بطريقه عشوائيه، ولكن ما كتخرجش منه، وكان كيبان عليها بحال الا هربات من شي حد. هادشي علاش كان واحد تفسير لتصرفات إليسا في الاسانسور باللي هي كانت كتلعب واحد اللعبه مرعبه اللي سميتها لعبه المصعد، واللي كتطلب منهم يديروا ارقام طوابق بواحد ترتيب معين باش ينتقلوا للعالم الاخر، واللي فايت لينا درنا عليها فيديو قصير في القناه ديالنا، إلا بغيتوا تتفرجوا فيه غادي تلقاوه في القناة. المهم هذا الفيديو خرج لوسائل الإعلام اللي نشروه، واللي خلى بزاف ديال التساؤلات، من بينهم كيفاش طلعت للسطح ديال الأوتيل اللي هو مسدود، وكيفاش تسد عليها خزان المياه اللي مستحيل تقدر تحلو هي، وهادشي بسبب الوزن الثقيل ديال الغطاء. هاد الأسئلة ما لقاوش ليها جواب،
سدات قضية إلي سلام عند الجهات الرسمية بأنها ماتت بسبب الغرق بلا ما يقلبوا في التفاصيل المثيرة للفضول واللي فعلا كتبين بلي القضية ماشي عادية. حتى العام 2014 كانت جميع جرائم القتل والانتحار مروعة ولكن هي أفعال بشرية. غيتزاد غموض هذا الفندق ملي صور واحد نازل فيديو في لوتيل واللي كيبان فيه بحال شي شبح كيتحرك في واحد النافذة في لوتيل. من بعد تحليل الصورة من طرف متخصصين أكدوا بلي الصورة حقيقية وماشي مفبركة وبلي هذاك الشي اللي كاين فيها هو ماشي إنسان وإنما شبح. وأكيد هاد شي ماشي غريب في هاد الفندق اللي وقعوا فيه بزاف ديال الجرائم. ولكن كيبقى السؤال المثير للدهشة واللي ما لقاو ليه حتى تفسير لحد الآن واللي هو علاش هاد الفندق بالضبط وعلاش هاد حالات القتل والانتحار كاملين. واش فعلا فندق سوسيل هو فندق ملعون ولا الشبح اللي بان في الصورة هو أحد الأشباح المسؤولة على هذيك الجرائم البشعة؟ سالات قصتنا اليوم، نتلقاو في قصة جديدة.